السلام عليكم. تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية حقيقة وفاة خالد مقداد جراء إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021. وصاحب أشهر قناة للأطفال في الوطن العربي قناة طيور الجنة، وتم تأكد من عدم صحة نبأ وفاة خالد مقداد بعد انتشار خبر وفاته بالمستشفى بعد نقله إليها بسبب مشكلة صحية، ونفى الخبر كل من أبنائه المعتصم ووليد بعد أن نشروا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأب وهو يجمع جميع أبنائه من حوله. وأوضح الأبناء أن الأطباء أبلغوهم بتحسن صحة الوالد وأنه من الممكن إخراجه من العناية المركزة، ولكن سبب وضعه فيه حتى الآن هو زيادة ضمان شفائه. وانتشر خبر وفاة السيد خالد مقداد بعد انتشار مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لقناة طيور الجنة.